دكتور سعيد الشهابي، وأشير إلى حادثة حصلت في الفترة الماضية في البحرين، وأظهرتها أو أظهرها شريط فيديو بث على شبكة الإنترنت، وبالطبع قناة العالم حصلت على هذه على هذا الشريط، ولكن لأسباب أخلاقية تمنعت عن بثه عبر شاشتها. يفيد هذا الشريط أو يبين بأن هناك مجنس باكستاني كان يجلس في ديوان أحد الأمراء، وطلب منه طلبا صريحا بإبادة المتظاهرين أو الغالبية، وبين قوسين نقول البحرينيون الشيعة، طلب بإبادتهم. والأغرب من ذلك بأن الأمير حتى لم يعلق ولم يرد على هذا المجنس، بل وابتسم لهذا الاقتراح. في أي إطار يمكن وضع ما شوهد في هذا الفيديو؟ أنا لم أرى الفيديو، ولكن أفهم العقلية التي تحكم هؤلاء الآن. أفهم أن هناك رغبة في الانتقام بأي شكل وبأي صورة مهما كانت بشعة. أفهم كيف أن هؤلاء بعثوا بلطجيتهم وهم يحملون السيوف والفؤوس، وسلطوهم على الساد الأبرياء في كل زاوية وفي كل قرية. أفهم أن هناك شعورا بفقدان الشرعية مطلقا، لأن هذه الشرعية أي شرعية أي نظام إنما تستمد إما من استفتاء شعبي أو من دستور يصادق عليه المواطنون أو من انتخاب مباشر من المواطنين لهذا النظام، وكل هذه الأمور لم تتوفر. والآن شعب البحرين يحكم بالقوة وبالنار وبالبندقية وبالقوات السعودية وبالاحتلال. يعني إذا كان الحكم الإسرائيلي في فلسطين مشروعا، فإن حكم آل خليفة في البحرين مشروع أيضا. لا أرى فرقا بين أن تحتل العائلة الخليفية أرض البحرين بالقوة سابقا وأن تحتلها الآن بالقوة، أو أن تحتل إسرائيل أرض فلسطين بالقوة. ولذلك هم يعني يتبعون الآن سياسة الأرض المحروقة، فيحرقون الأرض ويبيدون من عليها ويقضون على تاريخها، يسعون لقطع جذورها ولكي لا تتصل بالتاريخ القديم، التاريخ الذي عاشه الأجداد والآباء والذي ينتمي أهل البحرين إليهم جميعا. أهل البحرين الأصليين، أنا أقصد شيعة وسنة، ولا أستثني السنة، لأن السنة أيضا أصليون، شأنهم شأن الشيعة، وإنما الغرباء هم آل خليفة وهؤلاء المجنسون الذين تم تجنيسهم. فنحن لا نتحدث يوما بلغة طائفية، ولا نسعى للهيمنة على الأرض دون غيرنا، ولا نسعى لظلم شخص، إنما الضعيف هو الذي يمارس الظلم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف كما يقول الإمام علي عليه السلام. نحن لا نحتاج للظلم، إنما نحن مظلومون عبر التاريخ وأننا مظلومون الآن، وهذه الظلامة تمتد الآن على لسان ما جاء في الشريط أو من جاء في الشريط كما ذكرتي. وليس فقدنا التواصل مع الدكتور سعيد. أعود إليك سيد إبراهيم المدهون، وبعد ما استعرضنا في هذه الساعة من التغطية كل ما حصل ويحصل في البحرين، كيف تنظر إلى مستقبل الحركة الاحتجاجية؟ المطالب ستتحقق إن شاء الله، ولكن تحتاج إلى صبر وصمود. يعني أي حركة يعني لابد أن يعرف يعني أصحاب هذه الحركة أن يكون لهم النفس الطويل. لذلك الحمد لله شعبنا يعني يتمتع بهذا النفس، ولكن نحن نؤكد بأن يكون هناك نفس طويل، لأن المطالب يعني بالنسبة إلى الطرف الآخر هي كبيرة، ولكن نحن نصر على هذه المطالب وعلى مطالبنا المشروعة وسنستمر فيها. لذلك يعني هذه تحتاج إلى نفس طويل وتحتاج إلى إرادة صلبة، والحمد لله شعب البحرين يعني أثبت من خلال يعني هذه الحركة المباركة وتقديمه للشهداء وتقديمه لكل أنواع التضحيات، يعني هو يعني يريد أن يغير تغييرا جذريا، وليس يعني تغييرا عسكريا بالعسكر. هو يحكم يعني بالعقل ولا يحكم بالعسكر. لذلك هذه تحتاج إلى صمود، ونحن مصرون أن نكون صامدين مصرين باقين إن شاء الله على مطالبنا في أطرنا السلمية،
ونستعين بالله سبحانه وتعالى وبالأشراف من أبناء الأمة الإسلامية والأمة العالمية. هناك أشراف، هناك من يساندنا، والله سبحانه وتعالى سينصرنا. ماذا في برنامج الحركة الاحتجاجية في البحرين في الأيام المقبلة؟ أعلم أنك تحدثنا من بيروت، ولكن لا شك بأنك مطلع على برنامج المعارضة والمتظاهرين والمحتجين البحرينيين. هناك برامج مستمرة، مسيرات سلمية، هناك رفع المصاحف مستمر يعني في البحرين، وهناك يعني الكثير من يعني الهتافات الليلية، التكبير يعني فوق سطوح المنازل، والتكبير دائما هو من يرهب، رفع المصاحف هو من يرهب الطرف الآخر، لأنه لأثبت بأنه غير مسلم، لأن لو كان لديه شيء من الإسلام لما فعل ما فعل في شعبنا الأعزل. لو كان هذا الشعوب هذه مسلمة لما أبادت، لأن المسلم لا يجوز له أن يقتل كافرا إذا كان كافرا من دون ذنب، فكيف بمسلم يدعي الإسلام وهو يقتل أبناء الإسلام بدم بارد وبدون جرم، غير أنهم يطالبون بمطالب مشروعة أقرتها كل القوانين الدولية والسلمية. لذلك هذه الفعاليات ستستمر يعني، وهناك بعض الفعاليات يعني التي لا أعلم عنها، ولكن هذه أبرز الفعاليات. هناك زيارة لقبور الشهداء لتجديد العهد مع هؤلاء الشهداء بالاستمرار والمضي على ما مضوا عليه إن شاء الله لتحقيق هذه المطالب المشروعة والسلمية. ومن الله سبحانه وتعالى نستمد العون والنصر، وما النصر إلا من عند الله. وكنت أريد أن أسألك، على ما تعولون في إيمانكم هذا بانتصاركم ونيلكم لحقوقكم المشروعة؟ نعول على الله سبحانه وتعالى، ونعول على يعني سلمية حركتنا ووعي شعبنا، لأن وعي شعبنا واستمراره في التظاهرات لابد يعني أن تكون هناك نهاية لهذا القمع، لأن البطش والجور يعني لا يبقى، فالحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، وما يحدث في البحرين هو ظلم مقر من جميع يعني حتى من يقفون معهم هم يقرون بأن هذا الشعب مظلوم. لذلك مظلوميتنا واستمرارنا في احتجاجنا على يعني رفع الظلم عنا هو كفيل بأن نكون منتصرين في النهاية إن شاء الله. كيف تتوقعون أن يتم التعامل مع أي تحركات شعبية مقبلة في البحرين من قبل السلطات؟ هل ستستمر في التصعيد ضد المتظاهرين؟ بلا شك، هذا أسلوبهم، وهذا هو يعني ما يظنون بأنه قادر على كسر الإرادة، ولكن نحن أيضا نعتقد وجازمين على أن العكس هو ما يعني عكس ما تعتقد السلطة. فكلما قتلونا سنحيا أكثر، كلما عذبونا سنستمر أطول. لذلك كل هذه الأساليب التي تمارس ضد شعبنا قد مورست ولم تثني شعبنا عن المضي قدما فيما يقدمه للعالم من صورة حضارية يعني محترمة. لذلك هو كسب تعاطف كل الدول. لذلك نحن موعودون من قبل الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقد قمنا بالتغيير ونحن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى، وإن طال الوعد. لذلك الله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصنا من خلال هذا يعني التأخير. لذلك الانتصارات لا تأتي في يوم، ولكن ستأتي إن شاء الله بلا شك. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت الناشط السياسي والمعارض البحريني إبراهيم المدهون. مشاهدينا، إذا كنا في هذه التغطية المباشرة، نذكر بأنه اليوم سيتم تشييع أحد الشهداء الذين سقطوا، وهو أحمد سعيد شمس البالغ من العمر 15 عاما، سيتم تشييعه في بلدة سار، وكان قد قتل برصاص قوات الأمن البحرينية. نذكر إلى ما أشار إليه ضيوفنا في هذه التغطية بأن هناك الآن سياسة القتل، سياسة العنف، سياسة تطال ثقافة وأرواح وأرزاق الشعب البحريني. وعلى كل، نحن نتابع معكم كل مستجدات الوضع البحريني، كما نتابع كل مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا، في اليمن، وأي بلد يشهد احتجاجات شعبية.